أشرب القهوة وعلى الصبح، مساء، ما يهم متى، المهم لازم أكون شاربة قهوة باليوم. لاحظت عقب فترة صار عندي آلام شديدة في المعدة، يعني نفس آلام الحرق، أو كأن في فتحة داخل معدتي، ولما آكل أو أشرب أي شيء هالفتحة تصير فيها حموضة. صار عندي خمول مو طبيعي، وما أصحصح ولا أتنشط إلا لو شربت القهوة. وتقدرون تتوقعون هالشي في رمضان كيف أثر علي. إذا ما شربت قهوة طول اليوم أتم في خمول، ولازم أنام من الظهر للعصر، من الظهر للمغرب، مو مهم متى، المهم لازم أنام. غير هذا أظافري صارت وايد تتكسر، وشعري صار يطيح بكثرة، حرفيا شعري صار يطيح هالكثر في ايدي، لو لمست شعري بس لمسة بسيطة أو مشطته تطيح كمية مو طبيعية من شعري. قلت هالشي مو طبيعي، واكتشفت ان القهوة تقلل من امتصاص المعادن المهمة جدا مثل الزنك والمغنيسيوم والكالسيوم. شو العلاقة؟ نقص المغنيسيوم يسبب غثيان نفس اللي كان عندي بشكل يومي، ويسبب شعور بالضعف ونعاس ونقص في الشهية، وكل الاشياء اللي ذكرتها كنت اعاني منها. وحسروا نقص الزنك شو يسبب؟ يسبب تساقط الشعر، وهذه الاشياء اللي كنت اعاني منها بالضبط. فعشان شي قررت اني اقطع القهوة. بس بيني وبينكم اخر مرة شربت قهوة يمكن الشهر اللي طاف لما كان عندي فاينلز، وكنت مو نايمة عدل، كنت احتاج اصحصح علشان اروح الامتحان وانا فاهمة. بس من عقبها ما شربت قهوة ابدا، ومن قبلها ما كنت شاربة قهوة ابدا. حيال شو اشرب بدال القهوة؟ اشرب شاي اخضر مع نعناع مثل ما انتم شايفين. ليش